اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني. تساوش انه هذا الجيل هذا يعني وخا ديشان وخا لوران بلون وخا ليزارازو وخا جوركايف وخا عدد كبير جدا من الاسماء اللامعه، لو لم يكن زين الدين زيدان حاضرا في النهائي بضربتين راسيتين لما نالت فرنسا اللقب. لا انا ما نقدرش نحصر في انجاز زين الدين زيدان لا على مستوى المباراه النهائيه، ولكن انا خصك توصل المباراه النهائيه، اللقاء النهائي لابد ان تكون حاسمه، خصك توصل المباراه النهائيه، راه ما نقدروش، ولكن راه خصك توصل، راه ماشي ما نقدرش نختزلوا انجاز ديال الجيل في هدفين سجلهم زيدان. لا لان المنتخب الفرنسي كان اولا عمل ديال ايمي جاكي اللي جمع هذا المنتخب الفرنسي، لم يكن مرشحا الصحافه الفرنسيه، وحنا عشناها هذه الفتره وعشناها في فرنسا لان دوزنا كاس العالم كامله، الصحافه الفرنسيه لغايه المباراه النهائيه صحيفه ليكيب تنتقد طريقه لعب المنتخب الفرنسي وتنتقد ايمي جاكي، ولما فاز ايمي جاكي خرج بتصريح مباشر يقول قال لهم انا دابا بغيت نشوف هذوك الصحفيين اللي كانوا كينتقدوني بحال اعتبر بحال جوفوك خاشي، يعني بغي بحال يبزق على هذوك الصحفيين لانه كان عنده واحد الغصه واحد الغضب ضد هذوك الصحفيين اللي كانوا كينتقدوه حتى الاخر. هذا المنتخب الفرنسي ما قدمش عرض كبير في 98 ما قدمش عرض كبير واخا على راسه يعني الفكره وصلت. تتحدث عن الصحافه الفرنسيه، كل الصحافه الفرنسيه ما ارادت. انا اللي كنقوله دابا انه زين الدين زيدان كان عريس الليله في المونديال، كان عريس الليله، ولكن هذا الجيل نفس الشيء اللي قلت هذا الجيل ذهبي، ولكن تزين الجيل، كان كيضم نوفل، كان كيضم على راس تزين بنهائي، كان فيه واحد كان كيضم باغتاز كافضل حارس مرمى، ما كاينش مشكل تيرام، ومن اختلف مع ذلك كان كيضم لاعبين ما نقدروش نختزلوا انجاز ديال المنتخب في لاعب. شوف نقول لك واحد القضيه، اللاعب اللي ادى كاس العالم لوحده هو مارادونا لا غير، او لا لوتار ماتيوس واحد 50 أو 60%. اما تقول لي زيدان راه دار غلط كبير مع المنتخب السعودي، فسر لاعب سعودي وغاب على مباراه امام باراغواي والمنتخب الفرنسي تاهل بصعوبه، رجع ولكن ما سجلتش هدف قبل، ما كانش عنده واحد التاثير، الحظ ديالو انه جا سجل هدفين في مباراه نهائيه، لكن كيبقى هو المشروع ديال لاعبين كاملين اللي ما نقدروش لا نختلف في ذلك. نحن نقول بانه هذا الجيل هذا كلام سعيد، قال لك كلهم كانوا عمداء في فرقهم، ما الفكره التي قلت اللي انت ضغطك ارتفع عليها فؤاد؟ قلنا احنا انه هو ولكن لو لم يكن زيدان في يوم في ليله النهائي كان يكون لاعب اخر. لا ولكن ما حضرش هذاك اللاعب اخر، لو لم يكن زيدان كان الثنائيه مدويه من زيدان منحت فرنسا اللقب، وكان عريس، اسمح لي فؤاد، وكان عريس تلك الليله، وبعد ذلك فؤاد اختير كشخصية السنة في فرنسا، يعني حتى الجمهور الفرنسي صوت عليه واختاره كشخصية السنة في فرنسا، أي أن ذلك اللاعب المهاري كان عريس تلك الليلة. كنقول لك أن زيدان زعما لعب، ولكن كنقول لك لا حيت هو أكيد عمل مجموعة، كأس عالم، كأس عالم ماشي مباراة نهائية، كأس عالم راه عندك 7 مباريات، هنا فين كنقولوا الدور ديال 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 مارادونا في 86 فاش، لأنه في كل مباراة كان كيسجل، في كل مباراة بوحده كان كيحامي فرقة. زيدان لا، زيدان لعب مباريات وجات المباراه النهائيه سجل هدفين. نطوي صفحه زيدان تكون على خاطرك، انا الفكره ديالي قلت انه كان عريس الليله، وبانه يعني لو لم يكن في الموعد لما تمكن المنتخب الفرنسي من نيل اللقب امام نظيره البرازيلي هناك في نهائي 98. اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني.